شارك الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني في الاحتفال الذي نظمه الجيش الباكستاني في العاصمة إسلام آباد بمناسبة يوم باكستان الذي يصادف 23 من مارس. وجرت مراسم الاحتفال بحضور فخامة آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية وفخامة شهباز شريف رئيس الوزراء وكبار قادة الجيش الباكستاني وعدد من المدعوين من الدول الصديقة لباكستان وجمهور غفير من الباكستانيين. وبهذه المناسبة رفع سمو رئيس الحرس الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات للحكومة والجيش وللشعب الباكستاني الشقيق بمناسبة احتفالات البلاد بيوم باكستان، مبديا سموه إعجابه بالعروض العسكرية التي قدمها الجيش الباكستاني وما تميز به من كفاءة عالية وجاهزية ومهارة في تنفيذ اللوحات الاستعراضية. هذا ويقوم الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني حاليا بزيارة رسمية إلى إسلام آباد للمشاركة في احتفالات جمهورية باكستان الإسلامية بيوم باكستان.